جاءت عبارات وفقرات المرجعية واضحة في إدانة هذه المجزرة، بل أنها جعلتها في سياق تسلسلها التاريخي، مما يؤكد أن المرجعية تشخص أن الجرائم الصهيونية هي سياق تاريخي مستمر في حكومات الصهاينة في انتهاكاتهم لحقوق الإنسان والجرائم التي يقومون بها. وأيضا أكدت على أنه كذلك هي إدانتها لهذه الجرائم أيضا في سياق تاريخ، معروف عند الجميع أن مواقف النجف الأشرف، مرجعية السيد السيستاني حفظه الله، وجميع المرجعيات يعني من قبل السيد السيستاني كانت مواقفها واضحة في دعم القضية الفلسطينية. بيان المرجعية حقيقة أشر إلى نقاط مهمة. يعني اليوم تحدثنا عن قضية أمريكا ودعمها، هو الشيء بالشيء يذكر جنابك ذكرتي أو جناب الدكتور عن قضية جامعة الدول العربية وموقفها. نعم. اليوم الجزائر تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة مفتوحة لما يجري من جرائم في غزة، بمعنى أن جامعة الدول العربية في خبر كان، ليس لها محل فيما يجري اليوم، وهذا الدول العربية التي تريد حل، التي تذهب إلى أن تساهم في إنهاء الحرب، واعية إلى هذه القضية ولا تدعو جامعة الدول العربية. دكتور علي، ليش كانت الجامعة العربية لها مواقف ضد اليمن، ضد سوريا، ضد الدول الحليفة، هذا يعني محور المقاومة، هذا يعني ليش اليوم قاعدة وساكتة ولا أي ردة فعل؟ صحيح، هذا يعني أنها ليست جامعة الدول العربية، وإنما هي جامعة بعض الأنظمة العربية.